اليهودية والمسيحية والصابية المندائية والأيزيدية والإسلام، مع كافة المؤمنين وجميع أصحاب النوايا الحسنة، نشكرك لأنك أعطيتنا إبراهيم ابن هذه الأرض النبيلة والعزيزة، أباً مشتركاً في الإيمان. نشكرك لأنه مثال الرجل المؤمن الذي أطاعك حتى النهاية، فترك عائلته وقبيلته ووطنه لكي يذهب إلى أرض لا يعرفها. نشكرك أيضاً على المثال الذي قدمه لنا أبونا المشترك في الشجاعة والثبات وقوة النفس.